فيديو لرابعة الزيات خلال مساعدتها النازحين يعرضها للهجوم، إليسا تتدخل وهي تخرج عن صمتها وتوضح. يعطيكم ألف عافية شباب، شو عم تعملوا؟ تصدر اسم الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه خلال تواجدها في العاصمة بيروت ومحاولتها مساعدة النازحين وتأمين مراكز إيواء لهم. وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو قيل إن رابعة تحاول اقتحام أحد المباني الخاصة لتأمين مسكن للنازحين ما عرضها لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ست رابعة، أنت سمحتي لهم يفتحوا هون؟ يعطيكم العافية. ضروري. وبعد هذه البلبلة خرجت الإعلامية رابعة الزيات عن صمتها وأطلت على المتابعين بمقطع فيديو تشرح فيه تفاصيل ما حصل وتنفي أن تكون قد اقتحمت أي ملك خاص أو عام كما أشيع من قبل عدد من رواد مواقع التواصل. بمبنى العزارية عم حث فيه الشباب، يعني هيك تبين، على فتح محل بالقوة أو روج لهيدا الأمر، لهيدا الفيديو بهيدا الطريقة. بدي أوضح نقاط كتير مهمة، رجاء تسمعوني بهدوء لأنه المرحلة بدها هدوء. أولا، أنا كأم، كإعلامية، كإنسانة، كمواطنة لبنانية، ولا يمكن مسؤوليتي الأخلاقية والقانونية والوطنية تسمح لي أني أنا شجع على التعدي على الأملاك الخاصة. أنا كنت متواجدة هناك مثل كتار، مع ممثلين، مع فنانين، مع إعلاميين اللي عم نبرم على المراكز الإيواء عند أهلنا. وثائبت كان في صحافي عم يسألني لما كانوا الشباب عم يجربوا يفتحوا المحل بإذن طبعاً، أنه أنت عطيت الإذن بهيك نوع من المزاح. فجاوبته قلت له الدولة، وقلت له أنه طبعاً لازم كل الأماكن تفتح لأنه هيدا اللي عم نطلبه، ولكن أنا ما بسمح لنفسي حث أي إنسان أو أطلب من أي إنسان يعتدي على ملك خاص. وأنا كنت سائلة قبل وسألت، وهلأ رجعت تأكدت وبحط هالأمر بين إيدين المعنيين والصحافة والإعلام. بتحبوا تتأكدوا، بطلب منكم تنزلوا بكرة على المبنى وتتأكدوا بأنفسكم. شركة أنترا سمحت لكتير من المحلات أن تفتح لأهلنا النازحين، وإذا بتروحوا على العزارية بتشوفوا أهلنا النازحين موجودين بالمحلات، وسبق صورت يعني هيدا الأمر. فولا يمكن أي محل يفتح إلا بإذن من شركة أنترا نفسها. فنزلوا هلأ، نزلوا بكرة، نزلوا أي وقت، نزلوا، ولا محل فتح بالقوة. كانوا الشباب عم بيجربوا بعد ما أخذوا الإذن، بس يبدو ما كان المفتاح جربوا إنه هن، لأنه كانت إجمالاً كل المحلات خل خعا بسبب بعد انفجار المرفأ. فلقوا إنه ما في نتيجة، رجعوا يمكن تواصلوا مع الشركة ليعطوهن المفتاح. هيدي هي كل القصة، هالقد حجمها، هالقد حدودها. رجاءً الوضع ما بيحمل إنه نكبر الأمور. أنا عم ورغم التوضيح الذي أصدرته رابعة الزيات، إلا أن الفنانة اللبنانية إليسا أبدت رأيها في هذا الموضوع وكتبت على حسابها عبر منصة إكس تغريدة هاجمت من خلالها رابعة، إذ أعادت نشر الفيديو الذي ظهرت فيه الأخيرة خلال مساعدة النازحين وأرفقته بالتعليق التالي: كل مدة الحرب في القطاع والقتل والتشريد لم نرى مواطناً من أهلها الكرام يقتحم منزلاً أو ممتلكات عامة لتحويله ملجأ خاص، ونرى في العاصمة بيروت محاولات استفزاز واحتلال مباني ومؤسسات ومحال تجارية بطريقة مستفزة. ارحموا بيروت وأهلها ولا تحولوا العاصمة إلى مستنقع للخلافات.